بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد سيشن جديده، سيشن نمبر 2 اللي هي ريليشن اند فانكشن في بريب 3 في الجبرا. اول حاجه هناخدها ان شاء الله النهارده وهي ريليشن. الريليشن ديت هي عباره عن علاقه بتوين مين ومين، العلاقه بتوين اكس اند واي اللي هي الفيرست سيت والسكند سيت. طيب الريليشن دي بعرفها منين؟ قال لي والله هو بيكون كده كده مديها لي في الاكزامبل بتاعي او في المساله بتاعتي. مثلا عندنا هنا بيقول لك لو انا عندي if x equal set اللي هي 2 and 5 y equal 1 4 and 7 بيقول لي ايه and r is a relation from x to y where اهم حاجه عندي بقى هي ايه. قال والله a r b يعني دي relation between a و b. relation between a و b قال لك والله ده هيها relation between x و y. ليه؟ يقول لك relation a r b means a اللي means a less than b for every a belongs to a x and b belongs to mean b belongs to y. يعني معناها والله انا عندي هنا ال a r b الريليشن بتاعتها تكون a less than b. طب ايه هو ال a ده؟ قال ال a ده هو عباره عن اي element او كل الاليمنتس الموجوده في x، وال b هي كل الاليمنتس الموجوده في y. تمام؟ قال لي تمام. بقول انا عاوز ايه بقى؟ بقول والله المفروض عندي هنا المفروض state the relation r and represented by an arrow diagram and by Cartesian diagram. وبعد كده احنا هنجيب له حاجه تانية ان شاء الله اسمها الدومين والكودومين والرينج. طيب ركز معايا بقى. اول حاجه لو انا حبيت اجيب الريليشن اللي هي بيقول لي عليها بتاعت a r b اللي هي a less than b، دي اهم حاجه عندي، هي ديت الريليشن بتاعتي. طب هجيبها ازاي؟ قال لك والله يا سيدي اول حاجه ديت شبه الكارتيزيان برودكت اللي احنا خدناه في السيشن اللي فات، بس المره دي بيختلف ان انا في عندي ريليشن معينه همشي عليها، مش هاخد كل العناصر كده امشيها زي المره اللي فاتت. لا، قال اول حاجه هفتح هنا الاوردر دبير وبقول لي a less than b، يعني انا اخد العنصر من هنا او الاليمنت من هنا من a من x وشوف هل هو يكون اقل من البي ولا لا. فانا مثلا عندي ال2 اقل من ال1، قال لي لا يبقى دي ما تنفعش. طب ال2 اقل من ال4، ال a هنا لو انا حطيت مثلا خد اي عنصر من هنا ال2 وشوفه هنا هيكون اقل من ال4، اقل من ال4 يبقى فعلا هي دي تنفع، بس ساعتها اقول له 2 and 4. طب اللي بعدها خد خليك زي ما انت على ال2، اقول له ال2 اقل من ال7، 2 اقل من ال7 بس ساعتها اقول له 2 و7. طب خد اللي بعده ال5، هل ال5 اقل من ال1؟ قال لي لا ال5 مش اقل من ال1. طب هل ال5 اقل من ال4؟ قال لي لا برضه ال5 مش اقل من ال4. طب هل ال5 اقل من ال7؟ يبقى ساعتها اقول له هنا 5 and 7. بعد كده اقفل مين السيت بتاعتي. تمام كده؟ تمام كده انا جبت له مين؟ قال والله كده انا جبت له او عملت هنا كتبت له مين الريليشن بتاعتي اللي هي ال. بعد كده هو عاوزها مين؟ represented by an arrow diagram. طب خلاص يا سيدي arrow diagram، يبقى انا على طول هعمل هنا الx تمام واعمل هنا الy واقول له هنا مين الy واعملها زي ما انا بعملها كده. اقول له يبقى انا عندي هنا dx وهنا y. اقول له الx بقى فيها كام؟ قال لي 2 وهنا ال5. والy فيها كام؟ قال لي 1 4 وبعد كده ال7. خلي بالك معايا، هقول له والله انا عندي 2 راحت لمين؟ قال لي 2 راحت لل4. يبقى اعمل هنا arrow لدي، يبقى انا هنا 2 راحت لل4. بعد كده ال2 راحت لل7 يبقى ساعتها اقول له 2 and 7 اهو. تمام؟ بعد كده قال لي ال5 راحت لل7 اهي، يبقى ال5 راحت لل7. يبقى انا كده عملتها له ايه؟ ريبريزنت باي مين؟ ده باي ارو دايجرام. طيب لو انا حبيت اعملها كارتيزيان دايجرام نفس النظام، هتن والله عامل هنا، خلي بالك معايا، اعمل ده زي ده كده، اعمل تيبل هنا واعمل واحد زيه هنا كده اهو كده اهو بالشكل ده كده، واقول له والله احنا عندي هنا الاكس وعندي هنا الواي. الاكس اللي هي عباره عن ايه؟ قال والله 2 اند 5، يبقى دي هنا 2 وادي ال5. والواي قال اللي هي عباره عن 1 4 بعد كده 7. بعد كده قال لي خلاص بتن جايب له مطلع له عباره عن لاينز، ال2 هيطلع منها لاين كده اهو، طول 5 يطلع زيها لاين هنا، بالنسبه ل1 يطلع زيه لاين هنا، ال4 لاين هنا، وبعد كده قصاد ال7 لاين هنا. خلي بالك معايا بقى، انا عندي هقول له ايه اول حاجه؟ قال له والله انا خدت ال2 مع ال4، يبقى ال2 في الاكس واتن طالع قصاد ال4 اهو، وعامل بوينت اهو، واتن عامل ايه بوينت يا شباب هنا كده، وال2 راحت مع ال7 اهي، ال2 راحت مع ال7 واتن طالع قصادها عامل هنا دي زيها. بعد كده قال لي ال5 مع ال7، يبقى ال5 مع ال7 اهو. يبقى انا كده عملت ده الارو دايجرام وهنا مين؟ الكارتيزيان دايجرام او الجرافيكال دايجرام. بعد كده بقول انا عاوز الدومين، ركز بقى معايا عشان احنا الحاجات ديت مهمه جامد وهي دي اللي ان شاء الله هنحتاجها على طول. وهنا بيقول لي الدومين، عارف ايه هو الدومين؟ قال الدومين ده هو كل العناصر بتاعه الاكس. يعني انا هنا الدومين هقول له والله افتح سيت زي دي كده واقول له انا عندي الدومين هنا اهو،
شوف كل الاليمنتس بتاعت الاكس اللي هي مين. قال والله انا عندي 2 وال5 بس عدت اقول له هنا ده 2 اند 5. طيب ده كده جبت له مين؟ قال الدومين. طب بعد كده الكودومين، قال والله الكودومين ده هو عباره عن كل الاليمنتس بتاعت الواي، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 1 4 7. طب ايه هو بقى الرينج؟ قال لك والله الرينج هو ممكن يكون السكند بروجكشن في الريليشن بتاعتي. يعني ايه؟ يعني هو عباره عن ال7 وهنا ال7 وال4، او ممكن اقول له حاجه تانية، هو والله عباره عن الاليمنتس اللي وصل لها اسهم من هنا. يعني انا عندي هنا مين اللي وصل له سهم في واي؟ قال ال4 وال7، يبقى ساعتها اقول له الرينج هو عباره عن دي 4 اند مين 4 اند 7. بس كده الله، بس كده. يبقى اشوف الاليمنتس اللي وصل لها مين. قال اللي وصل لها اروز بس، اللي وصل لها اسهم عندي. تمام يا شباب. يبقى انا عندي تاني ده كله على بعضه اسمه الدومين، ده كله على بعضه اسمه الكودومين. الحاجات اللي وصل لها اسهم بس هنا يبقى هي دي مين؟ الرينج. تمام كده يا شباب. او ممكن اقول له والله الحاجات هنا اللي هو مين؟ السكند. خلي بالك ده السكند بروجكشن، لان هو عندي ده الفور والسيفن والسيفن. طبعا لما بكتب السيت بتاعتي باخد كل عنصر من هنا بس بدون تكرار، وزود ريبيتنج. هاخد هنا الفور وكتبتها مره، طب والسيفن مره اهي، في سيفن كمان خلاص يبقى ما اكتبهاش تاني. فهمنا كده. نروح للاكزامبل اللي بعده. هنا بقول لك مثلا ايه؟ if x equal 1 و 2 3، بقول ان عنده الواي equal 1 3 6 9 and 12. بقول لي and r is a relation from x to y where a r b means ايه بقى؟ ركز معايا، دي اهم حاجه. ال a equal third b او 1 over 3 b، اللي هي دي اهم حاجه عندي، هي دي الريليشن بتاعتي. بقول لك for each ها x belongs to x او a belongs to x and y او b belongs to mean to y. بقول لي write R اللي هي relation and write its range. طيب relation هقول له R equal وافتح set بعد كده ordered B. هقول لل A equal mean 1 over 3 B او third B، يعني والله تلت B. ال A هي عبارة عن تلت B. طيب ممكن اجيبها له بطريقة تانية. ما انا ممكن اقول له مش انا عندي ال A equal 1 over 3 B. تمام. قال لي والله ممكن ال 3 دي هيت انا عندي هنا في الدينومينيتور تنحي الناحية التانية في النومريتور. تمام تمام. يبقى انا عندي من هنا ممكن اقول له اشيل ال 3 من هنا واحطها هنا، بس احطها هنا هتبقى دي 3a. من هنا هقول له خلاص والله يبقى انا عندي 3a، يبقى كان اني بقول له 3a equal b. هي هيها يا شباب، مفيش مشكله، هي هيها. او لو انا ممكن عايز ارجعها تاني اقول له والله يبقى 3 دي تروح هنا في الدينومينيتور. تمام كده يا شباب. وديت اسهل لي عشان اعرف احل. بعد كده قال لك شيل كل عنصر من x من هنا حط مكانه مكان ال a. فمثلا شيل ال 1، يبقى انا عندي هنا المفروض لما اقول له 3 يبقى 3 multiply 1 ايكوال مين؟ المفروض يبقى ايكوال 3. هل في 3 هنا في البي؟ يبقى ساعتها اقول له ده هنا هيبقى 1. شفت انا حطيت مكان الاي ايه؟ 1 اهو، يبقى 1 اند 3. يبقى اقول له 1 اند 3، يعني كاني بقول له ال 1 تلت مين؟ تلت 3. طب يلا، هل ال 1 تلت حاجه ثانيه؟ قال لي لا، ما ينفعش ال 1 يكون تلت حاجه ثانيه. عايز اتاكد اقول له والله شيل مثلا ال 2، شيل ال 1 ده، هل ال 1 ده ممكن يكون تلت مثلا فوق ال 6؟ لا. ال 1 ده ممكن يكون تلت 9؟ لا. ال 1 ممكن يكون تلت 12؟ لا. يبقى ما ينفعش. طب بعد كده قال لي خلاص شلت ديت، حط لي مثلا مكانها ال 2، يبقى دي 3 مالتبلاي 2. 3 مالتبلاي 2 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 6. هل موجود هنا 6 في البي؟ موجود 6 اهو، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 2 اند 6. اللي بعده شيل بقى ال A وحط مكانها مين؟ ال 3، يبقى دي 3 مالتبلاي 3 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 9. يلا 3 مالتبلاي 3 ايكوال 9، هل في 9 هنا؟ موجوده 9 اهي، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 3 اند 9. وقفل الاوردر دبير وبعد كده اقفل مين؟ السيت بتاعتي. كده انا جبت له دي. طب عاوز بقى الرينج. انا قلت لك الرينج هو عباره عن السكند بروجكشن في مين؟ في الريليشن بتاعتي، في الار اللي طلعت لي. يبقى انا ساعتها اقول له هنا الرينج ايكوال ايه بقى؟ هقول له والله افتح ست واقول له عباره عن 3 بعد كده 6 بعد كده مين؟ ال 9. تمام كده يا شباب. نروح للاكزامبل اللي بعده. هنا بقول لك اف اكس ايكوال 4 6 8 10 y equal 2 3 4 5. بقول لي r and r is a relation from x to y where a r b means a equal to b for each x belongs to x and b belongs to mean to y. بقول لي write r، وكمان احنا هنعوز مين؟ نجيب له الرينج يا شباب. تمام. طيب هو هنا ما جابليش الرينج، ولكن احنا ان شاء الله هنجيبه. يلا هقول انا عندي هنا الاول حاجه ال r equal، وافتح سيت بتاعتي وبقول له بعد كده مين؟ ال ordered pairs. يلا بقول لي انا عندي ال A equal to B. خلاص شيل كل A من هنا وحطها او شيل كل عنصر من هنا وحطه مكان ال A، وشوف لما اعمل له هنا هيطلع لي هنا لما اقول له 2B ديت، او مش انا عندي المفروض اقول له ال A اهوت equal to B. تمام.
شيل كله مثلا، شيل الاي دي تحط مكانها مين؟ الفور. خلاص يبقى انا عندي الفور، الفور ايكوال تو ملتبلاي كام؟ اقول والله يبقى تو ملتبلاي تو، صح ولا لا؟ اه يبقى تو ملتبلاي تو. يبقى انا عندي من هنا، خلي بالك ان انا شيلت الاي وحطيت مكانها الفور، يبقى انا عندي فور اند. لما حطيتهم تو ملتبلاي كام؟ قال والله يبقى تو ملتبلاي تو، يبقى البي حطيت مكانها تو هنا اهو، يبقى دي فور اند تو. فور اند مين؟ تو. هقول لك عايز اتاكد، شوف يا سيدي انا عندي 6 ده اهي عباره عن 2 ملتبلاي كام؟ هل العدد اللي اقول له ملتبلاي كام ده موجود هنا في الاي واي ولا لا؟ ده كل الموضوع، تمام؟ طيب هات لي ال 6، هات ال 6 اهي، هقول له عباره عن 2 ملتبلاي كام؟ ادي 2 ملتبلاي 3. ال 3 ديت موجوده هنا في البي او موجوده هنا في الواي؟ اه موجوده، هي ال 3 موجوده في الواي اهو. انا اهم حاجه عندي العنصر ده، ده الاي وده البي، ده الاي وده البي. يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 6 اند 3. طب يلا اللي بعده، هات لي الايت. اقول له يبقى الايت عباره عن كام؟ اهو يبقى دي الايت ايكوال 2 ملتبلاي كام؟ فاقول له 2 ملتبلاي 4. هل الفور هنا موجود عندي؟ اه الفور موجود اهي، يبقى انا ساعتها اقول له ده عباره عن 8 اند 4. طب بعد كده هات لي ال 10، يبقى دي ال 10 ايكوال 2 ملتبلاي، انا بعوض يا شباب في الريليشن بتاعت اللي هو مديها لي، 2 ملتبلاي مين؟ قال لي 2 ملتبلاي 5. يبقى ساعتها هل ال 5 موجود عندي هنا في البي في الواي؟ اه ال 5 موجود اهي، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن مين؟ 10 اند 5. تمام كده؟ تمام. بعد كده اقفل مين؟ السيت بتاعتي. اقول له انا لو انا عاوز الرينج، يبقى ساعتها اقول له رينج ايكوال مين؟ افتح سيت واخد السكند بروجيكشن في الريليشن بتاعتي، في الحاجات اللي انا طلعتها عندي هنا، هيبقى عباره عن ال2 ومين تاني؟ وال3 ومين؟ ال4 وبعد كده ال5. واقفل السيت بتاعتي. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقول لي if x equal 1345 y equal 123456. بقول لي r is a relation، ده نفس النظام. بقول لك ايه بقى؟ a r b means a plus b equal 7 for each x belongs to x and b belongs to mean to y. بقول لي write r represented by an arrow diagram. وكمان يا شباب هنعوز نجيب الرينج. الرينج ده انا بجيبه لك عشان بس تتعود عليه في الاكزامبلز اللي عندك. يلا اول حاجه هقول له ال r equal، بعد كده افتح سيت بتاعته واقول له ايه؟ اوردر بير. يلا بيقول لي a بلس b ايكوال 7. ركز معايا بقى، a بلس b ايكوال 7 يعني المفروض اهو ادي a بلس b ايكوال 7. يبقى انا لما اخد عنصر من x تمام واجمع عليه عنصر من y، الناتج لازم يطلع لي 7. طيب هات لي ال 1، يبقى ساعتها اقول له 1 بلس كام يدينا 7؟ فاقول له والله يبقى المفروض بلس 6، صح ولا لا؟ هل ال 6 موجوده هنا؟ اه يبقى ساعتها 1 بلس 6، يبقى دي 1 بلس 6 ايكوال مين؟ 7. يبقى انا خدت ال a ب 1 والبي ب 6، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 1 اند 6. طب يلا اللي بعده هيبقى 3، يبقى ادي 3 المفروض بلس كام يدينا 7؟ اهو 3، يبقى المفروض 3 بلس 4، ال 4 موجوده هنا؟ اه يبقى ادي 3 بلس 4 ايكوال مين؟ اهو ايكوال 7. يبقى انا عندي ساعتها اقول له ده عباره عن 3 اند 4. يبقى المفروض ان انا دولت الاثنين يكون مجموعهم بكام؟ ب 7. طب اللي بعده ال 4، يبقى ساعتها 4 بلس كام؟ هيبقى 4 بلس 3 ايكوال 7. طيب 4 بلس 3، هل هنا لما خدت ال 4 في 3 هنا؟ اه موجوده 3 اهي، يبقى انا ساعتها 4 و 3. طب اللي بعدها ال 5، يبقى ساعتها اقول له انا عندي هنا 5 بلس كام يدينا 7؟ يبقى بلس 2 ايكوال 7. طيب ال 5 بلس كام يدينا 7؟ قلنا 2، ادي ال 5 وهنا في 2، اه يبقى انا ساعتها دي عباره اهو، يبقى اقول له هنا اقول له اند اهو 5 و 2. 5 ومين؟ 5 و 2. في حاجه ثانيه هنا تدينا 7 او لا؟ يبقى ساعتها اقفل مين؟ الار بتاعتي. طب بعد كده بقول انا عاوز ديت ريبريزنتد باي ان ار دايجرام. طيب يا سيدي اهو هات لنا عامل، ادي اول حاجه الجدول الاولاني وده التيبل الثاني اهو، تمام يا شباب. اقول له الاولانيه دي هتبقى عباره عن مين؟ الاكس، ودي عباره عن الواي، تمام؟ قال لي تمام. يبقى انا عندي هنا اكس وواي. هقول له بقى في الاكس مين؟ قال لي اكتب كل الاليمنتس بتاعت الاكس اللي هي عباره عن 1، بعد كده 3، بعد كده 4 اهو، بعد كده 5. طب وفي الواي؟ قال لي الاليمنتس بتاعتها كلها هيبقى 1 و 2 و 3 و 4، بعد كده 5، وبعد كده كمان مين؟ 6. اول حاجه كان عندي مين؟ قال والله ده انا عندي ال1 اهو، ال1 مع ال6، يبقى تن جاي موصل ال1 لل6 اهو، يبقى انا كده وصلت مين؟ ال1 لل6. طب اللي بعده قال لي 3 مع ال4، يبقى ده 3 مع ال4 اهو، يبقى انا كده وصلت له مين؟ ال3 مع ال4. اللي بعده قال لي ال4 مع ال3، يبقى ده ال4 مع ال3 اهو، يبقى ادي هنا ال4 مع ال3. اللي بعده قال لي ال5 مع ال2، يبقى ساعتها اوصل له ال5 مع ال2 اهو، يبقى انا كده وصلت له مين؟ ال5 مع التو. بعد كده بقول لي لو انا عاوز اجيب الرينج يا شباب هجيبه ازاي؟ هقول له والله بقى يبقى الرينج
ايكوال. انا قلت لك يا اما عباره عن السكند بروجكشن من هنا او ممكن اجيبه من هنا، الحاجات اللي وصل لها اسهم. مين اللي وصل له اسهم؟ قال انا عندي ال2 وال3 وال4 ومين تاني؟ قال والله وال6. يبقى ساعتها اقول له اهوت، لو بصيت على ام هنا نفس النظام، هيبقى ال2 بعد كده ال3 بعد كده هنا ال4 بعد كده مين؟ ال6. واقفل مين؟ واقفل الكوس بتاعي، واقفل مين اللي هو الست بتاعتي. نروح الكويشن اللي بعده. هنا بقول لك ايه بقى؟ بيقول لي 0 او بيقول لي اف اكس ايكوال 0 1 و4 و7 واي ايكوال ها 1 و3 و5 و6. بيقول لي اند ار از ريليشن فروم اكس تو واي وير اي ار بي مينز ايه بقى؟ دي اهم حاجه عندي، قلت لك a plus b less than 8. يعني اهم حاجه لما اقول له الa واجمع عليه الb يكون الناتج اقل من a. طيب يا سيدي، بقول لك for each x او a belongs to x b belongs to y write r and represent it by an arrow diagram. طيب يا سيدي، اول حاجه هو بيقول لي a plus b less than a. طيب ادي ال r equal، وافتح الست بتاعتي واقول بعد كده ordered by. يبقى انا عندي اهوت ال a plus ال b المفروض يكون less than 8. طيب اول حاجه خد مثلا الزيرو، هيبقى الزيرو بلس كام يدينا اقل من الايت؟ مثلا لو قلت له زيرو بلس 1 قال هيبقى اقل من الايت، يبقى اقول له زيرو اند 1. خلي بالك معايا، هعملها على طول بقى. الزيرو مثلا بلس 3 هل دي اقل من الايت؟ اه، يبقى ساعتها اقول له زيرو اند 3. بعد كده الزيرو وال5 ها هل دول اقل من الايت؟ اه، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن زيرو اند 5. بعد كده الزيرو مع ال6 هل الزيرو بلس 6 اقل من الايت؟ اه، يبقى ساعتها اقول له ده مين؟ ها زيرو اند 6. كده خلصت مين؟ انا الزيرو. خش على اللي بعده، بعد ما خلصت الزيرو خش على ال1. 1 بلس 1 هل دي اقل من الايت؟ اه، يبقى ساعتها اقول له هنا 1 اند 1. ال1 بلس 3 هل دول اقل من الايت؟ اه، 1 بلس 3 ايكوال 4، يبقى دول اقل من الايت او less than 8، يبقى ساعتها 1 اند 3. بعد كده خش على اللي بعده، خلي بالك بقى معايا، ها ناخد ال1 مع ال5، هل ال1 مع ال5 اقل من الايت؟ اه، يبقى ساعتها اقول له هنا اهوت، يبقى انا بعد كده اقول له ايه بقى؟ 1 and 5. اللي بعده 1 and 6 هل 1 وال6 اقل من 8؟ اه، يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 1 and 6. خلصت ال1، خش على مين تاني؟ قال خش على ال4. يلا يا سيدي، يبقى هل ال4 وال1 اقل من 8؟ اه، يبقى ساعتها اقول له هنا 4 and 1. بعد كده ال4 وال3 هل دول اقل من 8؟ اه، 4 و3 equal 7 او 4 plus 3 equal 7، يبقى دول اقل من 8 او less than 8، يبقى انا عندي هنا 4 and 3. بعد كده 4 و5 هل دول اقل من 8 او less than 8؟ لا. 4 بلس 6 هل دي اقل من 8؟ لا، يبقى دي ما تنفعش. كده انا خلصت ال4. بعد كده اخش على ال7، هل ال7 و1 اقل من ال8؟ لا، 7 بلس 1 ايكوال 8، وانا الناتج عندي بيقول لي لازم يكونوا ايه؟ less than 8. تمام كده يا شباب، يبقى دي ما تنفعش. اه، يبقى ساعتها اقفل على كده. يبقى انا كده كتبت له الار بتاعتي. بعد كده بقول لي represented by an arrow diagram، خلاص يبقى انا هتن اعمل له هنا الاكس والواي اهو. يبقى انا هتن كده يا شباب عامل له مين؟ الاكس والواي. وانت طبعا اظن اتعلمتهم، اظن خلاص انت تحفظه بقى ان شاء الله. يبقى انا عندي دي اهي، ادي هنا دي مين؟ ده التيبل بتاع الاكس وده التيبل بتاع الواي. يبقى انا عندي هنا اقول له دي الاكس وده الواي. الاكس كان فيها كام؟ 0 بعد كده 1 4 7، والواي عباره عن مين؟ قال له والله 1 3 بعد كده 5 بعد كده مين؟ قال لي 6. خلي بالك بقى معايا، هو المفروض اول حاجه كان زيرو مع مين؟ قال زيرو مع 1. اه، يبقى تاني جايب له الزيرو مع ال1. ركز بقى معايا، يبقى دي الزيرو مع ال1 اهو، وبعد كده الزيرو مع ال3 يبقى دي الزيرو مع ال3، بعد كده الزيرو مع ال5 يبقى الزيرو مع ال5، بعد كده الزيرو مع ال6 يبقى دي الزيرو مع ال6 يا شباب اهو. وهتني موصل لهم عامل لهم اسهم كده اهو، يبقى انا دي كلها بتاعت الزيرو. خش على اللي بعده بقى، المفروض بعد كده مين؟ قال ال1، ال1 مع ال1 اهو، بعد كده ال1 مع ال3، بعد كده ال1 مع ال5، بعد كده ال1 مع ال6. تمام يا شباب، وهتن نعمل لهم مين؟ اسهم اهي. يبقى هتن نعمل لهم بعد كده الار بتاعتهم، الاسهم بتاعتهم. يبقى انا كده عملت له مين؟ اللي هي بتاعت لسه خلصت ال1، بعد كده اخش مع ال4. يلا ال4 عندي هتبقى راح لمين؟ قال والله ال4 مع ال1 اهو، ال4 مع ال1، يبقى دي 4 راحت لل1. بعد كده ال4 مع ال3 يبقى دي ال4 مع ال3. وهتن نعمل لها مين؟ نفس النظام، الاسهم بتاعت اهو، ادي ال4 مع ال3. بعد كده لو جه طلب مني يا شباب، انا عندي هنا لو جه طلب مني قال لي مثلا عايز الدومين، لو جه قال لي انا عاوز مين؟ الدومين. يبقى لو جه قال لي مثلا يعني عاوز الدومين، طيب الدومين هيبقى ايكوال ايه؟ قلت لك هو كل الاليمنتس بتاعه الاكس، بس حتى اقول له 1 بعد كده او 0 اهو 0 بعد كده 1 4 و7.
طيب لو جه قال لي انا عايز الكو دومين، الكو مين يا شباب؟ الكو دومين. طيب هجيبه له ازاي؟ قلت لك والله ده ايكوال مين؟ كل الاليمنتس بتاعت الواي اللي هي عباره عن 1 و3 و5، 1 و3 و5 و6، بقول له 1 و3 و5 و6، تمام؟ قال لي تمام. طب لو حبيت بقى اجيب له الرينج، لو حبيت اجيب له مين؟ الرينج. الرينج هو ايكوال ايه؟ قلت لك والله هو عباره عن الاليمنتس اللي وصل لها اسود. طيب انا عندي هنا مين؟ قال لي ال1 وصل له اسود، ال3 وصل لها اسود، ال5 وصل لها، وال6 وصل لها، يبقى عباره عن 1 و3 و5 و6. يبقى من هنا يا مستر هبص الاقي ان انا عندي ان الدومين او الكود دومين هو هواه الرينج. اه ما فيش مشكله، ممكن يكون هو هواه الرينج، يبقى انا عندي ده ممكن يكون هو هواه ده، طالما هم عندهم مين؟ طالما ده وصل له كل الاسود. نروح للكويشن اللي بعده. بعد كده شباب عندنا مين؟ الجزء الثاني من السيشن بتاعتنا اللي هو الفانكشن. امتى اعرف الريليشن بتاعتي ده تكون فانكشن ولا لا؟ ركز معايا. قال له والله انا عندي فيه 3 بارتس بعرفها منهم. ايه هما؟ اول حاجه بيكون في الريليشن ذات نفسها. ازاي؟ قال لي each element of the set x appears only once as a first projection in the one of the ordered pairs of the relation. يعني ايه؟ بص يا حبيبي، يعني مثلا لو جه جاب لي ريليشن زي اللي قدامي دي وقال لي انا عندي الار ايكوال مثلا والتاني فاتح الست، وقال لي انا عندي اوردرد بيرز مثلا 0 3 بعد كده مثلا هنا 1 و4 بعد كده عندي هنا 3 مثلا و5 وبعد كده تنقل انا عندي الاوردرد بير الاخير مثلا كام؟ قال له والله ده عباره عن، خلي بالك مثلا ممكن نقول 4 و3. تمام كده يا شباب؟ تمام. وتاني قافل الست دي. قال لي والله انا عندي اللي قدامي ده ايه هتكون عباره عن ريليشن، او هتكون عباره عن فانكشن، معذره، الريليشن دي هتكون عباره عن فانكشن. ليه؟ قال لي والله انا عندي كل element من الاكس، الاكس اللي هي طبعا واقعه هنا في الاول اللي هي ديت دي كلها الفيرست بروجكشن دي كلها. قال انا عندي each element of x appears only once، يعني كل عنصر من عناصر الاكس ده لازم يظهر مره واحده بس. يعني انا عندي الزيرو ده ظهر مره واحده بس في ايه؟ في الفيرست بروجكشن. يعني الزيرو هنا مكانه في الاكس، ما لاقيش زيرو كمان زيه في الاكس هنا. ال1 ده مكانه في الاكس، اه ما لاقيش 1 زيه في الاكس هنا. ال3 دي مكانها في الاكس هنا، اه ما لاقيش 3 زيها في مكانها في الاكس. قال لي طب ما في عندي هنا 3 في الواي و3 في الواي، اي ماليش دعوه بيهم، انا ليا دعوه بالاكس. ال4 دي موجوده هنا في الاكس، اه موجوده هنا في الاكس، بس ما اهم حاجه ماليش دعوه بقى هي موجوده هنا فين، موجوده هنا فين، اهم حاجه ما تكونش في 4 زيها في الاكس، وفي 4 زيها في الواي اه بس ماليش دعوه بيها، انا ليا دعوه بالاكس. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا عندي لو لقيت each element او كل عنصر من الموجود بتاع الاكس appears only once يبقى في الفيرست بروجكشن، يبقى ده اسمها يا شباب، يبقى ده اسمها فانكشن. طب لو لقيت مثلا، لقيت انا عندي مثلا يعني تنى الا ده انا عندي هنا في ordered pair كمان، وتنى الا والله ده انا عندي هنا مثلا 1 و2 مثلا، تنى اعمل لي الست بتاعتي كده. حاجه بص الاقي على ال1 هنا، هنا موجود 1 في الفيرست بروجكشن، وهنا كمان موجود 1 في الفيرست بروجكشن، اه يبقى على طول دي مالها؟ يبقى دي على طول مش فانكشن، يبقى دي مش هتكون ايه يا شباب؟ فانكشن. ليه؟ لان انا عندي هنا 2 elements appears twice، او عندي هنا 1 element appears twice، يبقى انا عندي هنا عنصر ظهر مرتين. تمام كده يا شباب؟ ده اول حاجه. تاني حاجه عندنا في اسمها ايه؟ الارو دايجرام. امتى اعرف الريليشن بتاعتي ده هي عباره عن فانكشن ولا لا؟ قال لي والله عن طريق الارو دايجرام. ازاي؟ ركز معايا بقى كده. قال لي والله انا عن طريق الارو دايجرام زي ما احنا عرفنا ان انا برسم هنا مثلا الواي والناحيه الثانيه بتكون مين؟ الاكس. يبقى انا عندي هنا الواي وبقول له الناحيه الثانيه فيها ايه يا شباب؟ وبقول له الناحيه الثانيه فيها الاكس. تمام؟ قال لي تمام مفيش مشكله، انا عندي هنا الواي وهنا مين؟ الاكس. يبقى نكتب هنا اكس وهنا مين؟ الواي. ومثلا عندي هنا دي عباره عن 1 وهنا 2 و3 و4 مثلا يعني، وهنا 0 1 و2 و3. خلي بالك معايا بقى، قال لي امتى اعرف اللي قدامي دي هتكون عباره عن ريليشن بس ولا فانكشن؟ خلي بالك معايا. قال لي والله امتى تكون فانكشن؟ قال لي لو each element، خلي بالك اهوت، each element of x has one and only one arrow going out. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كل عنصر من عناصر الاكس ده طلع منها سهم واحد، يعني عندي دي مثلا طلع منها سهم واحد، ال2 طلع منها سهم واحد، ال3 طلع منها سهم واحد، وال4 طلع منها سهم واحد، اهم حاجه كل عنصر من دولت يطلع له مين؟ مين؟ سهم واحد من الاكس. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى انا عندي تاني لو لقيت مثلا ال1 طالع منه سهم واحد، وال2 طالع منها سهم واحد، وال3 وال4 كل واحد منهم طالع منه سهم واحد، يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى دي على طول اسمها فانكشن. طيب نفترض يا مستر ان انا مثلا لقيت عندي، خلي بالك معايا، اليمنت زي ده طالع منه سهمين، وعندي ده طالع منه مثلا سهم، وده سهم،
وده كمان طالع منه مثلا سهم، خلي بالك معايا. قال لي والله يا مستر انا بصيت هلاقي ده طالع منه سهم وهنا سهم كمان، اللي في عنصر 1 element طالع منه 2 سهم 2 ارز اهو، يبقى على طول دي مش فانكشن. طب يا مستر طب انا عندي ده طالع منه سهم 3 طالع منها سهم وال 4 طالع منها سهم والاثنين رايحين لنفس النمبر. هقول لك دلوقتي انا لو لقيت عندي، انا ماليش دعوه دلوقتي باللي طالع هو راح السهم ده طالع راح فين، انا ليا دعوه هو طالع منين. إيه؟ هبص على الاكس، ال 3 طالع منها سهم واحد اه، وال 4 طالع منها سهم واحد اه. قال لي لو لقيت كل دولت كل واحد طالع منه سهم واحد عادي مفيش مشكله، انما لو لقيت واحد عندي طالع منه سهمين يبقى دي غلط، يبقى دي على طول مش هتكون فانكشن. يعني مثلا يا حبيبي لو انا لقيت دلوقتي انا عندي ايه كل اليمنت من دول مثلا، دول رايحين على كده ودول مثلا رايح كده وده كمان رايح كده، خلي بالك معايا شوف انا عملتها ازاي اهو. وقال لي لقيت ده مستر واصل كده وده واصل كده وده واصل كده وده واصل كده، لقيت عندي هنا ال1 وال2 رايحين للزيرو وال3 وال4 رايحين لل2، ماليش دعوه بقى هما الاثنين رايحين لفين، انا ليا دعوه هما الاثنين طالعين منين، هما الاثنين طالعين من اكس اه، بس ال1 طالع منها سهم واحد خلاص يا مستر، ودي طالع منها سهم واحد مفيش مشكله، 3 طالع منها سهم واحد مفيش مشكله، 4 طالع منها سهم واحد مفيش مشكله، يبقى دي على طول هتكون ايه يا شباب فانكشن. اخر حاجه معانا عن طريق الكارتيزيان دايجرام، وديت الكارتيزيان دايجرام احنا طبعا عملناها وعملنا زيها، ولكن هقول لك دلوقتي بقى ايه الفرق بينها ان احنا خدناها في الريليشن ودلوقتي لما تكون في الفانكشن. تمام كده يا شباب، احنا خدنا زيها في الريليشن وعرفنا الشكل اللي قدام ده امتى بيكون ريليشن طبعا، وهو كده كده هي بتكون ريليشن، ولكن عايزين نعرف بقى امتى بتكون فانكشن. مثلا لو انا عندي ده الواي وعندي ده الاكس، وقال لي والله انا عندي ده عباره عن 1 وهنا 2 و3 و4، وهنا مثلا نقول 0 وهنا 1 و2 و3، قال لي طبعا عارف كده كده ان في كل المنت من دول بيطلع قصاده سهم او تمام بيطلع قصاده لاين، يبقى انا عندي هنا ده لاين وهنا لاين كمان اهو، وده كمان هنا قصاده لاين، وهنا نفس النظام ده بيطلع هنا هورزونتال لاين وده كمان هورزونتال لاين، هنا كمان هورزونتال لاين، وفي الاخير برضه هورزونتال لاين. قال لي امتى اعرف بقى في الكارتيزيان ديجرام لو جت لي دي ان هي عباره عن فانكشن ولا لا؟ قال لك والله يا سيدي لو اتش فيرتيكال لاين هاز 1 اند اونلي 1 بوينت، يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا لو كل فيرتيكال لاين طلع فيه 1 بوينت يبقى دي اسمها ايه؟ فانكشن. تاني انا عندي هنا مثلا لقيت عندي في الفيرتيكال لاين، الفيرتيكال لاينز اللي هي واقفه دي يا شباب اللي هي واقفه بالطول دي، فانا عندي هنا لو لقيت ده طلع فيه 1 بوينت وده طلع فيه 1 بوينت وهنا كمان طلع فيه 1 بوينت وهنا طلع فيه 1 بوينت، قال لي طالما كل فيرتيكال لاين ده طلع عليه 1 بوينت بس يبقى ساعتها دي اسمها يا شباب شاطر، يبقى دي اسمها فانكشن. طب يا مستر لو انا لقيت مثلا ده عليه هنا 2 بوينتس زي ده وده عليه 1 بوينت وده عليه 1 بوينت وده عليه 1 بوينت، قال لي لا ده انا عندي هنا في لاين فيرتيكال اهو عليه مين؟ عليه 2 بوينتس، يبقى دي على طول مش فانكشن. تمام كده يا شباب؟ يبقى اهم حاجه ابص لمين؟ ماليش دعوه بالهورزنتال، الهورزنتال اللي هو ده ده عليه 3 بوينتس اهو، ماليش دعوه، اهم حاجه مين؟ الفيرتيكال، الفيرتيكال عليه لو عليه 1 بوينت يبقى دي اسمها فانكشن، لو ما عليهوش 1 بوينت يبقى دي اسمها ايه يا شباب؟ يبقى دي مش هتكون فانكشن، يبقى دي هتكون ريليشن عادي. تمام كده يا شباب؟ نروح بقى للكويشن اللي بعده. اول كويشن معايا بيقول لي ايه؟ اف اكس ايكوال 1 و2 و3 y equal 1 و 3 و 6 و 9 و 12. بيقول لي and r is a relation from x to y where a or b equal mean او means a a equal 1 third b. طبعا دي احنا خدناها في الاول، انا قلت لك اهم حاجه دي طبعا relation بس دي مش ممكن تكون function، فهو بيقول لك ايه بقى؟ write r and show it's as a function and write its range. يعني يا سيدي بيقول لي والله اكتب لي دي وعرف لي بين لي اذا كانت هي function ولا لا، وكمان هات لي الرينج بتاعها، وخلي بالك الاكزامبلز بتيجي بقى دي كلها بتيجي على الريليشن بتاعت الامتحانات، ما مش هقول لك مثلا هات لي ديت فانكشن ولا لا، تمام يا شباب؟ او قصدي مش ريليشن ولا لا، ده هو اهم حاجه يجيبها لك عن طريق مين؟ الفانكشن، اللي هو يقول لك انا عرف لي اذا كان دي فانكشن ولا لا، وهات لي الرينج بتاعها وكمان اكتب الار. تمام؟ ودي اسئله امتحانات زي ما احنا شايفين كده. فمثلا عندي هنا بقول لي اول حاجه رايت ار، خلاص اقول له والله يبقى الار ايكوال. انا لسه قايل لك ال1 يكون تلت البي. تمام يبقى انا عندي ال1 تلت مين؟ اهو يبقى ال1 تلت 3 يبقى 1 اند 3. بعد كده ال2 تلت 6 تمام يبقى 2 اند مين اند 3 اند 6. وكمان ال3 تلت 9 يبقى ساعتها اقول له انا عندي هنا مين؟ 3 اند 9. 3 اند مين يا شباب؟ 3 اند 9. وقفل الار بتاعتي. بيقول لي بقى شو ات از ا فانكشن، انا عرفني ان دي فانكشن ولا لا؟ فاقول له اه طبعا فانكشن. ليه؟ انا عندي الاكس هنا ابص الاقي عندي هنا ال1 ظهر هنا او appears on the first projection at once او only once، وال2 ظهر once مره واحده، وال3 ظهر برضو once. يبقى انا عندي هنا لو لقيت each element of x اهو appears only once at the first projection، يبقى ساعتها اقول له ده ايه؟ اقول له والله يبقى اقول له الار
او ال r is always ايه بقى a function a function function func t i i o n تمام كده يا شباب. بقول لي ليه؟ هقول له والله because h element of x اهوت ماله، اقول له والله كده appears h element of x ماله يا شباب appears a p p e a r s ها only once at او اقول له كده as بلاش at نقول له as ها a first projection as a first projection projection تمام كده يا شباب بس كده وخلاص. اقول له والله بقول له ايه first projection ممكن اقول له كده in ordered pairs يبقى ممكن اقول له يا شباب in ordered pairs in او ممكن اقول له كده first projection in one او in one of the ordered pairs. بعد كده اقول له والله of the relation of the relation t i o n تمام كده يا شباب. يبقى تاني ممكن اقول له والله ديت هي عباره عن function ليه؟ اقول له ال r هي عباره عن function ليه؟ بقول له والله because each element of x appears only once at the first projection بس وخلاص. ممكن اقفل لحد هنا والله، او ممكن اقول له appears او appears only once as the first as a first projection in one of the ordered pairs اهوت والله in one of the ordered pairs of the relation يعني ظهر كل عنصر من دولت من x او من هنا من x ظهر مره واحده كمسقط اول ايه مره واحده فقط. تمام كده يا شباب. طيب بعد كده بقول انا عايز هنا show its range او write its range. اقول له بقى الرينج عندي هنا مين؟ انا لسه قايل لك والله الرينج اللي هو ايكوال ايه؟ قال لك والله هو عباره عن السكند بروجيكشن يا شباب. قلت لك هو عباره عن سكند بروجيكشن اللي هو عباره عن 3 هنا وال 6 وال 9 يبقى ساعتها اقول له ده عباره عن 3 ها 6 و 9 يبقى هو ده مين الرينج بتاعنا وهي دي سؤال امتحان. نروح بقى للكويشن اللي بعده. هنا مثلا بيقول لك انا عندي اهوت the opposite arrow diagram represent a relation r a relation r from the set x to the set y where x equal ايه بقى؟ انا عندي هنا negative 3 1 و 4 y equal 1 و 2 4 and 8 بيقول لي write r عايز r هقول له خلاص ال r اهي equal ال r equal ايه يا شباب؟ خلي بالك معايا بقى هقول له والله ما هو اصلا مديها لي ازاي؟ ما انا قال لي عندي النيجاتيف 3 رايح ال1 والنيجاتيف 3 رايحه ال8 بعد كده ال1 رايح لل2 وال4 رايحه لل4 خلاص يبقى اكتبها له اقول له انا عندي هنا هيبقى مين؟ هو مديها لي اصلا من هنا هطلع الريليشن من مين؟ من الار دايجرام. يبقى اقول له اول حاجه نيجاتيف 3 اند 1 بعد كده اقول له نيجاتيف 3 اند 8 يبقى دي هنا نيجاتيف 3 اند 8 بعد كده هقول له ايه؟ انا عندي هنا ال1 رايحه لل2 يبقى ساعتها اقول له انا عندي هنا 1 اهو بعد كده اقول له 1 1 and 2 اللي بعد كده قال انا عندي 4 رايحه لمين؟ قال له والله ده انا عندي ال4 رايحه لل4 بس ساعتها اقول له انا عندي هنا 4 and 4 تمام كده يا شباب. تمام وقفل مين؟ السيت بتاعت او ريليشن. بيقول لي بقى is r a function وبعد كده بيقول لي y ولا يعني انا عايز اعرف دي هل هي دي function ولا لا؟ هقول له والله انا عندي هنا هبص النيجاتيف 3 هلاقيها ظهرت هنا في الفيرست بروجيكشن او ذا فيرست بروجيكشن ظهرت مره وكمان ظهرت هنا كمان يبقى دي على طول مش فانكشن. ليه يا شباب؟ انا قلت لك والله طالما عندي هنا الاليمنت ده لازم يظهر لي مره واحده بس هنا appears only once as a first projection of the ordered pairs تمام كده يا شباب of the relation يبقى لازم كل عنصر من ده يظهر لي كمسقط اول مره واحده فقط نظهر مره هنا مره واحده بس او ممكن اجيبها له عن طريق الارو دايجرام. انا عندي الثري طالع منها سهم والثري طالع منها سهم كمان يبقى انا عندي طالع منها سهمين اه يبقى دي على طول مش فانكشن تمام كده يا شباب. طيب يبقى ساعتها اقول له كده ار مالها اقول له بقى بيقول لي از ار فانكشن ولا لا فاقول له والله ار از نوت او ازنت اهيت از نوت فانكشن تمام كده يا شباب. تمام بعد كده هقول له بيقول لي واي ليه؟ هقول له والله بيكوز
اقول له بقى النيجاتيف 3 اهو، النيجاتيف 3 ماله appears، اقول له كم مره؟ قال لي والله 2 تايمز. اقول له ممكن اقول له كده اهو ده ماله ليه؟ لان انا عندي هنا الفيرست اللي هو 3 ده ماله، او اللي هو النيجاتيف 3 appears 2 تايمز اهو، 2 تايمز as a first as a first projection projection TION. هاش بقى first projection فين بقى؟ اقول والله ظهر a first projection of the ordered pairs of the ordered pairs ماله of the relation. اقول له كده of the relation، تمام كده شباب. طيب بعد كده بقى بيقول انا عندي find value of x، لو انا عندي ال x هي عباره عن، او لو انا عندي هنا ال ordered pair بيقول له عباره عن مين؟ x و 2. طيب خلي بالك، وده belongs to مين؟ اللي ده belongs to y. انا عندي هنا بيقول لي x و 2، طب ايه هنا اللي ممكن يديني x و 2؟ قال لي انا عندي ال 2 اهي، مين اللي راح لها هنا من ال x؟ قال لي والله ال 1. يبقى ساعتها اقول له كده اهو ال x equal مين؟ هقول له والله يبقى ساعتها اقول له ال x equal 1 بس وخلاص. يبقى انا عندي ال x equal مين يا شباب؟ دي 1. يبقى انا عندي دي هتبقى عباره عن 1، ودي عبارة عن 2، ودي عبارة عن 3. نروح للكوستشن اللي بعده. هنا بقول انا عندي ايه؟ if x equal 0 1 و 4 و 7، بقول له y برضه equal 1 و 3 و 5 و 6، و r is a relation برضه نفس النظام from x to y where a or b means اهم حاجة ديت، واللي a plus a a plus b equal او less than a. تخلي بالك less than a دي اهم حاجة يا شباب، وديت احنا خدناها ان شاء الله في الاول. اهم حاجه دلوقتي بيقول لك رايت ار ريبريزنتد باي ار ان ار ديجرام، وبيقول لي از ار ا فانكشن، وبيقول لي اند واي ليه، هل هي فانكشن ولا لا، وعايز يعرف ليه. طيب اول حاجه احنا دي كتبناها قبل كده، فاقول له يبقى الار ايكوال، ويلا اقول انا عندي هنا مين؟ اي بلس بي ليس ذان اي. طيب الزيرو هيبقى 0 اند 1، بس حتى اقول له 0 اند 1، والزيرو هيبقى 3، ما انا عندي الزيرو وال1 اقل من الاي. طيب خد بعد كده الزيرو وال3، ها 0 و 3 هل ديت اقل من 8؟ اه less than 8. اه طب بعد كده 0 وال 5 دي less than 8 برضه، يبقى ساعتها اقول له هنا 0 and 5. بعد كده هيبقى 0 وال 6، ليه؟ لان 0 plus 6 less than 8. بعد كده خد ال 1 هيبقى 1 and 1، يبقى دي 1 and 1. بعد كده 1 ومين؟ ال 1 وال 3 less than 8، اه يبقى ساعتها اقول له 1 and 3. بعد كده هاخد مين؟ شاطر اقول له ال 1 وال 5 ده less than 8، يبقى دي 1 and 5. تمام كده شباب؟ تمام. بعد كده اقول له 1 ومين؟ قال لي 1 و 6، يبقى دي 1 and 6. طيب كده خلصت ال 1. بعد كده اخش على ال 4. 4 1 less than 8؟ اه 4 plus 1 less than 8، يبقى انا عندي 4 plus 1. بعد كده 4 اهو باخد ال 4 مع ال 3 دي less than 8؟ اه يبقى ساعتها اقول له 4 and 3. بعد كده ال 4 مع ال 5 قال لي لا ده دي 9. بلس 4 بلس 5 ايكوال 9، وال 9 اكبر من 8. طب 4 بلس 6 برضه اكبر من 8. طب ال 7 قال لي 7 بلس 1 قال لي على طول ديت جريتر ذان 8 او ايكوال 8، وهي هنا لازم يكون ليس ذان 8. اهم حاجه هو مديها لي هنا مين يا شباب؟ اهو ليس ذان 8. طيب هنا ال 4 مع 3 او 7 قصدي مع 3 قال لي ده هتبقى 10 اكبر من 8، 7 من 5 اكبر من 8، 7 بلس 6 برضو اكبر من مين؟ من ال 8. وبعد كده يبقى انا كده خلصت اقفل مين؟ الريليشن بتاعتي. بعد كده خلي بالك معايا، هل دي ريليشن ولا لا؟ او اقفل هل دي ريليشن ولا لا؟ او الريليشن دي قصدي هل هي فانكشن ولا لا؟ هقول له والله هبص الاقي الزيرو ظهر لي اكتر من مره في الفيرست بروجيكشن، يبقى على طول دي مالها؟ قال لي على طول دي نوت ا فانكشن. يبقى ساعتها اقول له والله دي نمبر 1 اهيت. انا عندي بعد كده بقى اقول له ار زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، والله ار از او isn't function ليه؟ اقول له ديت مش function ليه؟ because نفس النظام يا شباب، انا عندي ليه؟ قال لي والله انا عندي zero اهو zero، اقول له because zero appears، نقول له كده appears more than once as a first projection.
تمام كده شباب. more than once as first main projection of the ordered ديت عباره عن مين؟ ordered pairs، يبقى ساعتها اقول له دي ordered pairs. تمام كده شباب. ordered pairs مين بقى؟ of the relation. تمام كده شباب، of the relation اهو relation. بعد كده بقول لي انا عندي واي. بعد كده لو جه قال لي يا شباب مثلا عاوز الرينج بتاعها، هقول له الرينج هو عباره عن ايه؟ خلي بالك معايا، الرينج انا قلت لك هو عباره عن كل الاليمنتس اللي وصل لها مين؟ اللي هي في السكند بروجيكشن. يبقى انا ساعتها اقول له الار او الرينج، مش الار بقى، الرينج ايكوال، وافتح سيت بتاعتي. تمام يا شباب. هبص بقى عندي هنا، هاخد كل الاليمنتس وزاوت ريبيتنج، فعندي هنا ال1 خدت ال1 يبقى ساعتها اقول له انا عندي هنا مين بقى؟ افتح السيت بتاعتي اهو، يبقى انا ساعتها اقول له ال1. بعد كده خدت ال1 هنا في السكند بروجيكشن، ال3 يبقى ادي ال3، ال5 يبقى ادي ال5، بعد كده ال6 يبقى ادي ال6. بعد كده انا عندي هنا 6، هبص الاقي هنا تاني ال1 ما انا خدته مره ما كرروش تاني، ال3 خدتها مره، ال5 خدتها مره، ال6 خدتها مره. بعد كده ابص هنا الاقي ال1 خدته مره ما كرروش، ال3 اللي برده خدتها مره، يبقى انا عندي الرينج بتاع اللي هو ده. تمام كده يا شباب، 1 و3 و5 و6. نروح الكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ if x equal 1 و2 و3 و4 y equal set، ومديني في set بيقول لي y where y belongs to n، y is an even number less than or equal 10 where n is the set of the natural او of natural number، بيقول لي and r is a relation from x to y where a or b means a equal half b، بيقول لي for each x belong for each a belongs to x و b belongs to y. طيب بيقول لي بقى اول حاجه، اول question عندي write r and represent it by an arrow diagram show that r is a function from x to y and find its range. اول حاجه انا عندي دي ال a r b هي عباره عن relation between مين ومين؟ ما بين ال a وال b. ال a وال b، ال a belongs to x و ال b belongs to mean to y. طيب انا عندي هنا هل ال y انا عارفها؟ قال لي لا، بس انا اقدر اجيبها. ليه؟ لان قال لي والله ال y هي عباره عن even number، خلي بالك، less than or equal 10. يعني انا عندي ال x خلاص كده كده هو مديها لي، طب اجيب له ال y، فساعتها يبقى انا اقول له ال y اهي الست اللي هي ال y equal ايه بقى؟ يلا هيبقى قال لك even number less than or equal 10، قال لي even number يبقى انا عندي ال 0، وعندي ايه كمان؟ قال لي عندي ال 2، وعندي كمان ال 4 ها وال 6 وبعد كده وال 8 وبعد كده مين؟ قال لي وال 10. ليه؟ انا ليه خدت ال 10؟ لان هنا بيقول لي or equal، طالما or equal يبقى خلاص، طالما يبقى less than or equal يبقى انا هاخد مين؟ يبقى ال 10 موجوده معايا. تمام كده يا شباب. بعد كده اقفل الست بتاعتي، هقول له يبقى انا عندي دي الاكس وعندي دي الواي، عايز بقى الريليشن، بيقول لي a half b. يعني انا والله انا عندي ال a هي عباره عن نص مين؟ نص ال b. هل ال 1 هنا نص مين هنا؟ هقول له والله يبقى اول حاجه اكتب له الريليشن، اقول له r equal وافتح الست بتاعتي وبعد كده الاوردرد بير. يلا هقول له مين اول حاجه؟ يبقى 1. ال 1 نص مين او الهاف بتاع مين؟ قال والله بتاع 2، يبقى 1 و 2. بعد كده انا عندي ال 2 هتبقى هي الهاف بتاعت مين؟ شاطر، ال 2 هي الهاف بتاعت ال 4، في 4 عندي اهي موجوده اهي، يبقى انا عندي 2 و 4. يلا اللي بعده عندي ال 3، اللي بعدها 3 هنا اهي، ال 3 هي الهاف بتاعت مين؟ قال والله الهاف بتاعت ال 6، يبقى خلاص انا عندي دي 3 and 6. اللي بعدها عندي ال 4 اهي، يبقى ال 4 ومين؟ قال والله ال 4 هي الهاف بتاعت البي او بتاعت ال 8 قصدي، ولا ايه؟ ال 4 هي مين؟ هي الهاف بتاعت البي. خلاص يبقى انا ساعتها اقول له هنا 4 and 8. بعد كده اقفل مين؟ السيت بتاعتي. بيقول لي بقى represented by an arrow diagram. طيب يا سيدي arrow diagram زي ما انا قلت لك اهو، يبقى انا عندي هنا الاكس، بعمل مين؟ الاكس والواي. انا عندي هنا مثلا دي الواي اهو، وبعد كده عندي الاكس، اتن عامل مين؟ الاكس يا شباب زيها بالظبط اهو، واقول له انا عندي فوق هنا اكتب عليها هنا دي اكس ودي واي، دي مين؟ واي. يلا في الاكس مين عندي بقى؟ قال لي عندي 1 و2 و3 و4. طب بالنسبه للواي قال لي ده انا عندي فيها الزيرو ها وال2 وال4 وال6 وال8 وال10. تمام؟ قال لي تمام. بعد كده قال لي هوصل بقى، بيقول لي اول واحده مين؟ قال لي 1 و2. يبقى ال1 رايح لل2 اهو، يبقى انا كده وصلت مين؟ ال1 اهو، نعملها بس بخط تخين شويه، يبقى انا عندي ال1 رايح لل2 اهو يا شباب، يبقى انا عندي هنا 1 و2.
طب اللي بعده قال لي 2 وال4 اهو، يبقى انا ساعتها 2 هتروح لل4 وهتنعمل لها ارو هنا سهمه. اللي بعدها مين؟ قال والله انا عندي 3 و6، يبقى 3 تروح لل6 اهي، وهتنعمل لها ميم برضو السهم بتاعها، يبقى دي 3 وال6. واللي بعدها قال لي ال4 مع ال8، يبقى دي 4 و8 اهو، يبقى انا عندي مين؟ ال4 وال8. بعد كده كده انا عملت له مين؟ ده ارو دايجرام. يبقى ده يا شباب ارو دايجرام. اللي بعده بيقول انا عايز question number 2 بقى، بيقول لي هنا ايه؟ show that r is a function، يعني وريني عرفني ان ديت مين؟ function. الريليشن دي هي function ولا لا؟ فطبعا اقول له والله هي function. ليه؟ انا لسه قايل لك ان انا عندي ها لازم يكون عندي الاكس دي كل element فيها appears only once as a first projection of the ordered pairs of the relation. يعني انا عندي ال1 طلع هنا في الفيرست بروجيكشن مره واحده بس، مفيش 1 هنا موجود هنا في الفيرست بروجيكشن في الاكس، في المكان هنا الاكس كوردينيتس. وال2 قال نفس النظام موجوده مره واحده، وال3 مره واحده، وال4 مره واحده. يبقى ساعتها اقول له دي ريليشن او دي فانكشن، هقول له يبقى ار ها از ا فانكشن. هقول له يبقى الار هي ايه يا شباب؟ عباره عن فانكشن. طيب ليه بقى؟ هقول له والله بيكوز ها زي ما احنا لسه مجاوبينها، اقول له والله because h تمام element، because h element of x هيبقى ماله؟ قال له والله appears، نقول له كده appears only once as a first projection projection تمام كده يا شباب، as a first ايه projection of، بعد projection بقى اقول له of the ordered pairs مين؟ هقول له بس ده طالع اوف ذا اوردر دي بيرز، واقول له كمان بعدها اوف ذا ريليشن، او اقول له كده اهو اوف، بعد كده هقول له يبقى اوف ذا ريليشن. طيب بعد كده بقول له انا عاوز مين؟ ها بقول لي فايند اتس رينج. طيب الرينج انا قلت لك يا شباب هي الاليمنتس اللي طلعت لي في السكند بروجيكشن هنا، انا عندي دي طلع لي هنا في السكند بروجيكشن ال8 وكمان وال6 وال4 وال2، يبقى هم دول رينج. او ممكن اقول له هي عباره عن الاليمنتس اللي وصل لها مين؟ اسهم اللي هي عندي هنا مين؟ شاطر، اللي هي ال2 وال4 وال6 وال8، هي هي. يبقى انا ساعتها اقول له رينج ايكوال ايه بقى؟ يلا هيبقى عباره عن ال2 بعد كده وال4 وال6 وال8. وال6 ومين يا شباب؟ اهو يبقى انا عندي بعد كده 6 وبعد كده مين؟ 8. نروح للكويشن اللي بعده، ده اخر كويشن معانا النهارده يا شباب. بيقول لي انا عندي ايه؟ if x equal negative 1 0 1 2 3 y equal 0 1 و 4 و 6 و 9. بيقول لي and r's relation برضه نفس النظام from x to y where a or b means a to the power 2 equal b. بيقول لي for each a belongs to x b belongs to y. الكويشن بتاعي find or write r represented by a Cartesian diagram with r a function. بيقول لي and y، هل دي function ولا لا؟ طيب يا سيدي اول حاجه ريبريزنت ار، هقول له يبقى انا عندي، هو بيقول لي الار هنا مين؟ ال a to the power 2 equal b، يعني انا والله يعني انا عندي لما اخد اي عنصر من ده واقول له to the power 2 المفروض الاقيه موجود هنا في البي. طيب يا سيدي ادي الار equal وافتح الست بتاعتي وبعد كده مين؟ الاوردر دي بيرز. يلا هات لي مثلا اول element عندي اللي هو مين؟ نيجاتيف 1. لو قلت له نيجاتيف 1 to the power 2 هيدينا كام؟ قال لي 1 وال1 موجود هنا في البي في الواي يبقى ساعتها اقول له نيجاتيف 1 اند 1. طب اللي بعده قال لي الزيرو، الزيرو ده لما اقول له تو ذا باور 2 زيرو تو ذا باور 2 هي هي ها زيرو، يبقى انا ساعتها اقول له زيرو اند زيرو. طب اللي بعده قال لي هات لي ال1، ال1 ده لو خدته تو ذا باور 2 لو قلت له 1 تو ذا باور 2 هي هيها برضه 1، يبقى ساعتها اقول له هنا مين؟ 1 اند 1. اللي بعده انا عندي ال2، ال2 تو ذا باور 2 قال والله لو قلت له 2 تو ذا باور 2 هتبقى عباره عن ال4، يبقى ساعتها اقول له دي مين؟ 2 اند 4. اللي بعدها قال لي 3 خدها تو ذا باور 2 لو قلت له 3 تو ذا باور 2 هتدينا مين؟ قال لي 9، يبقى ساعتها اقول له هنا وال9 موجوده برضو يبقى ساعتها اقول له دي 3 اند 9. تمام كده يا شباب؟ ماشي. بعد كده بقى هعمل ايه؟ انا كده كتبت له الار.
بيقول لي ريبريزنتد باي كارتيزيان دايجرام. طيب يا سيدي كارتيزيان دايجرام يبقى انا تن على طول كاتبها اهو زي ده كده، يبقى انا عندي هنا دي هتبقى الاكس، واعمل زيها واحده برضو هتبقى مين؟ هتبقى الواي. يبقى انا عندي هنا برضو نفس النظام تيبل تاني اهو فوق، وتبقى دي مين؟ الواي. يبقى ده تبع الواي، يبقى انا اقول له هنا ده الاكس وهنا مين ده؟ اكتب فوق كده الواي بس. يلا انا عندي الاكس هتبقى كام وكام؟ قال لي عباره عن نيجاتيف 1 او نجيبها تحت شويه، نجيبها تحت شويه يا شباب. يبقى انا عندي هنا ديت او عشان بس تبان، يبقى انا عندي هنا مين؟ الاكس عباره عن نيجاتيف 1 و0 1 و2 3 اهو. يبقى انا عندي هنا اقول له دي نيجاتيف 1 و0، بعد كده اكتب له 0 هنا، بعد كده 1 ها 2 3، وهنا الواي عباره عن 0، بعد كده 1 4 6، بعد كده مين؟ 9. بعد كده مين يا شباب؟ ال 9 اهي. وهتن عامل او كاتب له طبعا عندي هنا الواي فوق، اكتب هنا واي فوق، وانا عندي طبعا قصاد كل واحده هعمل ايه؟ شاطر هعمل لاين. يبقى انا عندي هنا دي قصاد ال 0 هتن مطلع لاينز كده، وال 1 وادي هنا برضو 2، بعد كده 3 اهي، بعد كده قصاد الزيرو نفس نظام اعمل لاينز. يبقى انا كده عملت له مين؟ ده الكارتيزيان او الجرافيكال، لو هو قالها لي جرافيكال او كارتيزيان هي هيها يا شباب. تمام يلا اشوف بقى انا عندي اول حاجه مين؟ انا عندي نيجاتيف 1 اند 1. طيب نيجاتيف 1 اند 1 اهي، نيجاتيف 1 تبع الاكس و1 تبع الواي، اه وتن عامل عندها بوينت كده 0 اند 0، 0 هنا تبع الاكس و0 تبع الواي، اه وتن عامل عندها بوينت. بعد كده 1 اند 1، 1 هنا تبع الاكس و1 كمان تبع الواي، اهو عامل عندها بوينت. بعد كده 2 اند 4، 2 هنا في الاكس واتن طالع قصاد ال4 عامل بوينت كده 3 و9، اه يبقى 3 عند الاكس وادي كده ال9 اهي. بعد كده بقى بيقول لي از ار ا فانكشن اند واي، هقول له اه طبعا الواي دي عباره عن فانكشن، ممكن اجيبها له طبعا زي ما انا لسه قايل لك اتش element اوف اكس appears only once as a first projection of the ordered pairs of the relation، او ممكن اقول له برده نفس النظام ان انا عندي هنا اتش vertical line has one point او has only one point. مين؟ قال والله انا عندي هنا has only one point بس وخلاص. يبقى انا عندي هنا كل vertical line من ده عليه one point بس، يبقى دي عباره عن مين؟ relation. ممكن اقول له بقى الاجابه العاديه، هقول له برده تي طبعا هتبقى ايه؟ ريليشن، نفس الانسر اللي انا لسه قايلها هنا من شويه يا شباب اللي هي دي. يبقى انا ممكن اخد له نفس الانسر دي اهوت، ممكن اخد بس نفس الانسر دي، يبقى انا كده مين؟ جبت له هي الاجابه بتاعتي. تمام يا شباب؟ يبقى انا ممكن اقول له دي خدنا الانسر ده وحطها له هنا، يبقى هي دي مين؟ هي دي الانسر بتاعتي يا شباب. انا عندي نفس النظام اتش element اوف اكس appears only once as a first projection of the second of the order of the pairs of the relation. تمام كده يا شباب؟ ونكون بكده ان شاء الله خلصنا المنهج او خلصنا الدرس الثاني ان شاء الله عندنا في يونت 1. كده فاضل لنا درسين ان شاء الله هناخدهم كل واحد في السيشن بتاعته ان شاء الله. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه. مع السلامه.